مهندس، يمكن بنتكلم عن موضوع الرسوم اللي من فترة تم تداوله، اللي هو المقادر 3 دنانير والقادم دينارين. يقال ان هذه الرسوم موجودة من زمان، صحيح؟ لكن ليش الحين في هذه الفترة صار الموضوع شوي مثير بالنسبة لي يعني الشخوص؟ انا بس ودي انوه قبل لا اجاوب على السؤال، ان كل ترى دول العالم، مطارات العالم تاخذ رسوم خدمات على شركات الطيران التي تستخدم هذه المطارات. نعم. فبالتالي ما في شيء مجانا، اي شركه طيران عالميه تستخدم اي مطار في العالم، الدوله تاخذ رسوم خدمات من هذه الشركات. في مطار الكويت الدولي اصدرنا قرار يمكن في يناير 2019 من قبل وزير الدوله لشؤون الخدمات السابق خالد الروضان، هذه الرسوم تتحدث عن رسوم خدمات فقط. نعم. وليس الضرائب. بعد يعني انتهاء جائحة كوفيد 19، او يعني خلينا نقول بعد اتضاح الصورة اكثر، كملنا هذه الرسوم وخفضنا. كانت الرسوم في السابق 8 دنانير، كانت مطروحة 8 دنانير، 4 للمقادر و4 للقادم. نعم. صدر قرار وزاري من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبد الله معرفي، بحيث يكون 3 دنانير للمغادر، لأن المغادر يستخدم المطار وخدماته أكثر من القادم، ودينارين للقادم. هذه الرسوم هي لتطوير خدمات مطار الكويت الدولي ولتخفيف العبء عن الدولة وما تضخه من استثمارات داخل المطارات. فبالتالي احنا اليوم ما اخترعنا شيء جديد، بالعكس هذا موجود في كل الدول الخدمات. وبعد احب انوه ان الخمس دنانير اللي في مطار الكويت الدولي هي تعتبر اقل الرسوم التي تاخذها المطارات سواء الاقليميه او الدوليه.